السلام عليكم. في الحلقة بتاعت النهاردة أنا هتكلم عن اليوتيوب. في ناس كتير عندها مشاكل في اليوتيوب، ناس كتير عايزة تبدأ في اليوتيوب بس مش قادرة، عندها مشاكل، ما عندهاش كاميرا، ما عندهاش ما بتعرفش مثلا، ما بتفهمش في اليوتيوب، ما بتعرفش تعمل لوجو، مش عارفة تعمل لوجو، مش عارفة تعمل ثامبنيل كويس، مش عارفة تعمل كفر، مش عارفة تظبط واجهة القناة، مش عارفة تختار نيتش، ما عندهاش مجال تختاره. في حاجات كتير أوي، مشاكل كتير أوي في بدايات اليوتيوب، ومثلا ناس مرهقة وناس تعبانة من عندها موقع مثلا، وتعبانة لسه عامل قناة على اليوتيوب ومش هقدر اعمل ده وده وهيبقى الموضوع صعب وحاجات كتير قوي يا جماعة. ناس كتير حاطة عوائق كبيرة جدا قدامها في قناة اليوتيوب، ولكن كل ده ان شاء الله هنحلها مع بعض. معاكم مصطفى من قناة مستر بومتيك، وفي الحلقة بتاعت النهاردة هنتكلم عن 4 أو 5 حاجات لو تابعتهم واتبعتهم بطريقة صحيحة هيبقى عندك قناة يوتيوب ناجحة. ونبدأ بعد الفاصل. لكم مرة تانية، في البداية يا جماعة احنا هنتكلم عن اختيار النيتش، وهو يعتبر مش حاجة من الـ5 أو 4 حاجات، من الـ4 حاجات اللي عندنا، هو ما يعتبرش حاجة يعني منهم. هي النيتش. النيتش اللي هو ايه يا جماعة؟ اللي هو المجال. هتعمل ايه يا جماعة في المجال؟ هتعملوا ايه في المجال؟ هتختار مجال ايه؟ انت عندك كذا مجال ممكن تختاره. انت مثلا ربنا مديك موهبة في انك فاهم في مجال التقنية، هتعمل قناة تقنية، مالكش دعوة بالناس اللي معاك، مالكش دعوة بكمية الناس اللي عندك، مالكش دعوة بالناس اللي موجودة في التقنية. كتير جدا الصراحة المجال التقني مليان ناس كتير، ف مش هقول لك ما تنصحكش بانك تكون تقني وتنافسني، لا يا سيدي تعالى نافسني. ما طول ما انت الناس بتشوف حاجات عندك انا هقدر اعمل كلمات مفتاحية تستهدف الكلمات اللي انت بتستهدفها، وهقدر اظهر في الحاجات جنبك، هقدر اظهر جنبك هنا في السيرش، لما حد يبحث عنك هيلاقيني تحتيك، فممكن يضغط عليا وما يضغطش عليك لو انا عامل صمانيل صح، وعامل لو انا يعني حاجتي احترافيه اكتر منك، وده ان شاء الله انا اتعلمه في حلقه النهارده. ففي البدايه ما عندكش نيتش، فانت ممكن تخش في مجالين او ثلاثه، مجالين تقريبا، ممكن تخش في مجالين. اول مجال هو مجال الرياضه، انك تصور جوان وتنشرها. الموضوع طبعا صعب جدا، لكن الموضوع مربح جدا جدا جدا. ممكن تعمل قناة على اليوتيوب في اي مجال رياضي، اولا هتجمع سبسكرايبر بسرعة جدا، لان الناس كلها اول ما تكون بيجي بيخش على اليوتيوب يشوفوا الهدف، لان في ناس كتير ما عندهاش البي ان سبورت والحاجات دي، فبيبقى الموضوع صعب بالنسبة لناس كتير، فانت هتلاقي بلاوي ممكن يشوفوا الفيديوهات بتاعتك والف مشاهدة في الدقيقة كمان. فانا كنت الصراحه عملت قناه قبل كده وسحبت منها فوق الـ200 دولار، وكان الموضوع ماشي حلو قوي، ولكن طبعا اتقفلت لان انا يعني كنت قفلتها في الاول، انا يعني اللي قفلتها. تمام، كنت قادر اهرب من حقوق طبع النشر، وده لو ناس عايزه تعرف ازاي تهرب من حقوق طبع النشر ممكن تكتب لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله نازل حلقه عن ازاي تهرب من حقوق طبع النشر بطريقه سهله جدا. تمام، فما عندكش نيتش كويس، تختار يا اما نيتش الرياضي يا اما نيتش المقالب. نيتش المقالب، نيتش المقالب اللي هو ايه؟ هو انك تجيب ناس بتضحك، ناس بتعمل مقالب اجنبيه، تحط صمبنيل يشد الناس، هتجيب مشاهدات مش طبيعيه فوق الملايين. ناس كتير قوي يا جماعه بتدور على المقالب والحاجات دي كتير جدا يا جماعه. المشكله بيحط صور عوري في الصمبنيل، انت مش لازم تبقى تحط صور عوري، يعني انت تحط اي صوره تشد الناس باي طريقه بقى انت وذكائك، ولكن هنتعلم برضو ازاي تعمل صمبنيل بطريقه احترافيه. تمام، فانت ما عندكش نيتش معين، هتختار يا اما مجال الرياضة يا إما مجال المقالب. إزاي تجيب فيديوهات مقالب؟ هتلاقيها على الإنستجرام، هتلاقيها على بلاش تجيب من على جوجل واليوتيوب، هتلاقي مثلا على الإنستجرام وسناب شات وحاجات كده في مواقع التواصل الإجتماعي زي فيسبوك برضو هتلاقي فيه، وهتلاقي في اللي هو بنترست، هتلاقي فيه حاجات كتير أوي فيديوهات بتضحك، وهتلاقي إن شاء الله هتبدأ في عمل قناة. المهم انك توقف الفيديو في الوقت الحالي وتبدأ تعمل قناة في اليوتيوب حالا. في بقى دلوقتي هنخش في اول حاجة، انك الوقت خلاص انت عملت قناة يوتيوب اهي قدامك، خليك بقى معايا. 4 حاجات لازم تظبطهم في القناة بحيث انها تبقى قناة ممتازة، وتبدأ تظبط والناس يعني لما تخش على القناة بتاعتك تقول لا ده تعبان في القناة، لازم نعمل له اشتراك عشان ده كويس وده محتوى كويس. هنبدأ كده في أول حاجة، هي تظبيط واجهة القناة. إيه هي واجهة القناة؟ هي الواجهة اللي أنت شايفها قدامك دي، سيبك من اللوجو والكفر، إحنا بنتكلم على الواجهة اللي تحت. في البداية هو اسم القناة، اسم القناة يا شباب أهم حاجة في القناة كلها، هو اسمها
اسم القناه ما يكونش متكرر. يعني مثلا في هنا، ما هنا قناه ماتريكس 219، انت ما تكتبش تعمل قناه باسم ماتريكس 219، لو اتشقلبت مش هتعلى، هيبقى في قناه باسمك، دي تبقى مشكله كبيره قوي يا شباب. من هنا لو كتبت مستر بومتك ممكن هتلاقيها تظهر في بدايه محركات البحث، هتلاقيها تظهر هنا في بدايه محركات او محرك البحث يوتيوب، وهتظهر برضه في جوجل، تمام. فزي ما انتم شايفين ليه بقى هي ظهرت، لان وليه هنا الفيديوهات دي بتظهر، انا عايز اتكلم برضه في النقطه دي كويس. هي ظهرت هنا عشان ده اسمها، تمام. ننزل تحت بقى، ليه هنا ظهرت في الفيديوهات دي؟ ظهرت في الفيديوهات دي مش عشان ان انا نشرها، لا مش ان انا نشر الفيديوهات دي، لا هي ظهرت عشان في الوصف بتاع الفيديو مكتوب مستر بومتك، في كل وصف من الوصف الفيديوهات دي مكتوب مستر بومتك. طبعا ان انت نشر الفيديو ده يعني اكيد طبعا بيأثر في انها تظهر في محرك البحث، ولكن في الوصف لما تكون كاتب اسم القناه زي ما انت لاحظت عامل بولد هنا على اسم القناه، بحيث ان هي موجوده، ده اللي بتبحث عنه وده موجود في الوصف، تمام. دي حاجه مهمه جدا يا جماعه، ناس كتير بتغفل عنها، تكتب اسم القناه بتاعتك في الوصف، ده مهم جدا يا شباب، عشان اللي يكتب اسم القناه بتاعتك يلاقي فيديوهاتك. حلو، نرجع تاني، تمام يا شباب. فنبدا كده في البدايه في التثبيت. فانت خلاص عملت اسم قناه مش موجود قبل كده، اعمل اي اسم قناه يا شباب، يعني اي اسم طبعا يدل على المحتوى اللي انت عامله، لكن يكون اسم كويس، يعني مش تكتب اي كلام يعني، تمام. في البدايه هنا هتلاقي اختيارين، هتلاقي فور ريتيرنينج سبسكرايبرز وفور نيو فيزيتورز. دي طبعا انت نشرت كام فيديو، مالكش دعوه بالمشاهدات، المشاهدات هتيجي لوحدها، وانا هعرف اقول لك ازاي تجيب مشاهدات، ولكن في الحلقه الجايه ان شاء الله. لكن الحلقه دي هقدر اقول لك بس ازاي تظبط واجهه القناه، ازاي تعمل ثمبنيل، ازاي تعمل لوجو، ازاي تعمل كفر، تظبط شويه حاجات كده في القناه عشان الناس تقدر تعمل لك سبسكرايب، يقول مش يقول ده جاي ينزل فيديو ويمشي، تمام. فانت هنا فور ريتيرنينج سبسكرايبرز وفور نيو فيزيتورز، يعني ايه هنا فور ريتيرنينج سبسكرايبرز؟ يعني كل واحد يكون عامل سبسكرايب للقناه ويرجع للقناه يلاقي الفيديو ده هو اللي متثبت هنا. انت ممكن طبعا تغير في الفيديو اللي انت عايزه، تحط الفيديو اللي انت عايزه. فور نيو فيزيتورز هنا برضو بتحط فيديو للناس الجديده، انا حاطط نفس الفيديو عشان عايز الفيديو ده يتشاف، ولكن الواضح ان هو مفيش فايده، مش مشكله. هنا اول حاجه عندك البوبيولار ابلودز، يعني الفيديوهات اللي جايب عندك مشاهدات لازم تحطها هنا في الاول. ليه؟ لان انت لما الناس تشوف ان الفيديو ده جايب 1000 مشاهده، فاكيد الفيديو ده كويس في القناه بتاعتك وهنخش نشوفه. لو طبعا هو جاي يعني مثلا هو شاف الفيديو ده ودخل يشوف القناه فلقى الفيديو ده جايب 1000 مشاهده، اكيد الفيديو ده كويس فدخل يشوف، لقى الفيديو ده جايب 945 ده كويس دخل يشوف، فانت اكتسبت ان ممكن يشوف الاربع فيديوهات دول، تمام. هنا الابلودز العاديه هيخش مثلا يلاقي ثمبنيل عجبته، حاجه عجبته، هيخش يشوف الفيديو. طبعا البلاي ليست وهي حاجه مهمه جدا، ليه بقى؟ لان وانت مش مثلا قعدت مثلا اسبوعين ثلاثه ما بتنشرش الفيديوهات، ما نشرتش الفيديوهات بقالك اسبوعين ثلاثه، هتلاقي البلاي ليست دي هتشيلك شويه عن انك ما بتنشرش فيديوهات. انت هنا لو كتبت مثلا استراتيجيات، لو كتبت اي حاجه من الحاجات دي، ممكن تلاقي البلاي ليست بتاعتك ظهرت في محرك البحث، طبعا لو انت عالي قوي يعني في محركات البحث والسيو فهتظهر. لكن مع الوقت لاحظ ان هتلاقي محرك البحث بدأ يقدرك شويه، وبدأت تظهر في بدايه محركات البحث لما تزيد سبسكرايبرز واحده واحده. هقول لكم ازاي، والله يا جماعه قريب جدا، يعني انا جبت دلوقتي 267 سبسكرايبر، وده كويس جدا. لو دخلنا على الفيديو مانجر، تمام، زي ما انتم شايفين عندكم في هنا حاجات بتجيب مشاهدات عاليه، ولكن الحاجات دي يعني انا ما عنديش الناس دي، يعني 945 وانا يعني ايام ما نشرت الفيديو ده كنت لسه في 10 سبسكرايبر او 5 سبسكرايبر، كنت لسه ما عملتش اي حاجه، تمام. فزي ما قلت لكم الحاجات دي بتيجي بسبب استهداف صح، فالاستهداف ان شاء الله في الحلقه الجايه، فاعمل اشتراك في القناه لو كنت اول مره تشوف حلقات مستر بومتك عشان تشوف الحلقه الجايه ان شاء الله اول ما تنزل. ونرجع مره تانية للقناه عشان نكمل. طبعا الفيديو ده هيعدي وقت طويل، يعني ممكن يقعد 15 دقيقة مثلا، ولكن هحاول اختصر في الموضوع. ننزل كده تحت، احنا خلاص شرحنا الموضوع ده، وعايز تبدل او تضيف اي حاجة تعمل اد سكشن وتضيف او تطلع بيها او تنزل تبدل زي ما انت عايز، تمام يا شباب. وبعد كده بتسيبها كده، هي عملت سيف لوحده. ونخش في تاني حاجة عندنا النهاردة، نخش على الاباوت، وهي حاجة مهمة جدا 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 جدا، وناس كتير بتغفل عن الموضوع ده يا شباب. ليه الاباوت مهم؟ الاباوت مهم جدا، يعني مش مهم بس، ده مهم جدا. لما هنا حد يكتب ربح من الانترنت، وانت هنا كاتب ربح من الانترنت في وصف الاباوت، لما يكون حد بيبحث عن كلمه ربح من الانترنت وانت هنا كاتب ربح من الانترنت، فانت اكيد هتظهر،
يا سيدي انت يعني اكيد هتظهر، اكيد في مره من المرات هتعلى شويه وهتقوم ظاهر في الصفحه الاولى من محركات البحث لما حد يكتب كلمه الوهم انترنت ويبحث عن القنوات. انا هنا لو كتبت السلام عليكم انا او كتبت انا مصطفى اهو، انا كنت كاتبها قبل كده بعد ما وقعت، فاهي لو انتم شايفين انا هنا ظهرت. ده ليه؟ لان انا هنا كاتب هنا زي الوصف الفيديو بالظبط يا شباب، وصف القناه زي وصف الفيديو بالظبط. انا مش عايز اقف عند النقطه دي كتير، بس يا ريت يا جماعه تهتموا بالديسكريبشن بتاع القناه او الوصف بتاع القناه، اكتبوا فيها كل حاجه، اكتبوا فيها كل حاجه. يعني طبعا ده مش ديسكريبشن مثالي، يعني انا كاتب ده حاجه مش مثاليه، ما تقلدنيش يعني، انت ممكن تكتب احسن من كده 100 مره. فزي ما قلت لك حاول تركز في الديسكريبشن بتاع القناه وخش على النقطه اللي بعد كده. هنخش على تظبيط اللوجو والكفر. ازاي تعمل لوجو كويس وازاي تعمل كفر كويس؟ عندك لوجو، لو انت طبعا انا عارف ان معظم الناس اللي عندي في القناه هم ناس صحاب المواقع اللي عندهم مواقع على النت، لان معظم الناس اللي بتخش عندي على القناه اصلا بسبب شركات الاعلان وكده. فلو عندك لوجو مسبق فانت ممكن تسيب اللوجو مهما كان حلو او وحش، فانت اللوجو ده كان وحش وانا حدثته بقى كويس لحد ما، فانت ممكن تحدث في اللوجو تظبط حاجات في اللوجو، لكن عايز تسيب نفس التصميم فسيبه. تمام، هنخش هنا على الكفر. هقول لك ازاي تعمل لوجو بس يعني بيجي مع الكفر. فانت هنا هتكتب يوتيوب، تمام، طبعا هنا تمبلت، بس سيبك من كلمة تكنولوجي، التكنولوجي دي عشان القناة بتاعتي لها علاقة بالتقنية. هتكتب هنا يوتيوب بانر تمبلت، تمام، اند لوجو. حلو، هتلاقي هنا 20,000 حاجة ممكن تعملها وتعدل عليها بالافتر افكت البورتابل، هسيبه لك اسفل الفيديو. افتر افكت محمول حجمه 400 ميجا تقريبا، احسن من اي افتر افكت ممكن تحمله، وده النسخة الجديدة كمان يعني حاجة تمام قوي ومن غير ولا تفعيل ولا اي حاجة. وهنا طبعا ده الفوتوشوب البورتابل برضو، ممكن اسيب لك برضو التحميل في الديسكريبشن. زي ما انتم شايفين قدامك 100 حاجة هنا، ادي حاجات ممكن تبدأ بيها قناتك. يعني هنا بيقول لك هنا تكتب اسمك والفيسبوك، هنا كذا 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 كذا، وده على فكرة ده بالمناسبة ده اللي انا عامله في القناة بتاعتي، لكن طبعا يعني ده انا اللي عامله، يعني اللي هو اللوجو ده بتاعي يعني. تمام، فانت هنا بتختار اللي انت عايزه وبتحطها على الافتر افكت وبتعدل عليها زي ما انت عايز، لكن تكتب هنا يوتيوب بانر اند لوجو تمبلت، عشان لو ما عندكش لوجو فانت تحط اي لوجو من لوجوهات الناس دي، مديك لوجو ومديك كفر ومديك لوجو، حاجه تمام قوي يا شباب وحاجات احترافيه 100%. انت كل اللي هتعمله تخش على الافتر افكت وتكتب اسمك مش اكتر من كده، او تمام، لا على فكره مش افتر افكت، انت تخش على الفوتوشوب العادي خالص وتكتب اسمك، مش افتر افكت، تمام، اسف يا شباب مش افتر افكت، تخش على الفوتوشوب عادي جدا وبتغير الحاجات دي من على الفوتوشوب. هو اصلا بيبقى بيديك حاجه على الفوتوشوب، يعني بيديك اللي هو بي اس دي اللي هو بتاع الفوتوشوب، بحيث انك تخش تعدل مباشره وتعمل سيف للصور وتاخدها مباشره. تمام، وكده نكون خلصنا الجزء بتاع اللوجو والكفر، ونخش على اخر جزء في الحلقه بتاعت النهارده هو الثامبنيل. هنتكلم في الثامبنيل، يعني ايه اصلا كلمه ثامبنيل؟ هي الصوره المصغره، الصوره المصغره اللي بتظهر هنا. لو تلاحظوا هنخش هنا على الفيديو مانجر، تمام، هننزل كده تحت شويه زي ما انتم شايفين في سي بي ام. هنا طبعا دي ثامبنيل كويسه لحد ما، هنا ثامبنيل وحشه، ثامبنيل وحشه، ثامبنيل وحشه، ثامبنيل وحشه، ثامبنيل وحشه، ثامبنيل وحشه، كتير 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 كتير، هتلاقي كتير قوي ثامبنيلات. طبعا دي ثامبنيلات اللي هي ديفولت بتاعتي اللي انا كنت بحطها في الاول، طبعا مش حلوه ومش احترافيه. انا بدات اعمل ثامبنيل كويس من اول دي ودي، دول بس اللي بدات اعمل فيهم ثامبنيل كويس. تعرف تعمل زي الحاجات دي ازاي؟ انك بالظبط اللون اللي انت شايفه هيليق على الصور. يعني انت مثلا بتشرح شركه اعلان، اللوجو بتاع شركه الاعلان لونه ازرق، فانت هتجيب لون يليق مع الازرق، اصفر اخضر احمر ماليش دعوه، انت تشوف لون يليق مع الازرق. اسال بقى والدك، اسال والدتك، طبعا وانت صغير في السن بتفهم في الالوان، تكتب على جوجل تسال في الالوان. انا الصراحه ماليش في الالوان قوي، ولكن بحاول على قد ما اقدر، بس طبعا مش هقول لك يعني ازاي تختار الالوان. فانت هتختار اللون اللي يليق على لون شركه الاعلان او لون المنتج اللي انت بتشرحه او لون على اي حاجه اللي انت بتقدمها، فانت تعمل ثامبنيل. طبعا لو نيتش رياضي او نيتش مقالب فانت بتحط صوره تشد الناس، اكبر صوره في العالم ممكن تشد الناس حطها، بس طبعا لازم تكون لها علاقه بالمحتوى عشان برنامج الابطال ما يشيلش القناه مباشره بدون اي سابق انذار. تمام، فانت هنا عايز تعمل ثامبنيل زي ده هتخش على فوتوشوب،
تمام، وهنا تخش على جوجل تكتب اللون اللي انت عايزه باك جراوند، وهتخش تشوف 500 صورة او للباك جراوند اللي انت عايزه. تمام، هتختار الصورة اللي انت عاوزها، لكن لاحظ ان لازم تكون الصورة بهذا الحجم. تمام، هتلاقي بقى لو كتبت كده هتلاقي كل الصور بنفس الحجم، وبتختار الصورة اللي انت عايزها وبتضيفها في فوتوشوب عادي جدا. تمام، مثلا هتشرح شركة اعلان، فبتكتب اسم شركة الاعلان، اسم شركة الاعلان، وبعد كده BNG. تمام، اي نوع من شركات الاعلان، بتضيف الغلاف فوق ايه صورة شركة الاعلان، طبعا لازم يكون لايقين على بعض، وبتكتب بخط حلو. انا مثلا هضيف اي غلاف واضيف اي شركة اعلان ثواني. تمام، بعد ما ضفنا غلاف وضفنا اي لوجو عندك ممكن تضيفه، فهتسحب كده اللوجو بتاع شركة الاعلان او بتاع الحاجة اللي انت بتشرحها على الغلاف. تمام يا شباب، ده مثلا لوجو شركة الاعلان زي ما انتم شايفين كده، بتحطها في اي مكان انت عايزه هنا مثلا كده، وهنا مثلا انت حطيت اللوجو، عايز تحط شكل راجل مثلا بتتكلم عن ربح من الانترنت، تحط راجل ماسك فلوس مش عارف ايه. حاول تبدع، حاول تبدع في الحاجات دي عشان الناس تقدر تقول ده تعبان في الفيديو، لا احنا نديله لايك، تعبان في الفيديو احنا نعمل له سبسكرايب. لازم الناس تحس ان انت فعلا تعبت في الفيديو اللي انت قبل ما تعمله. هنا مثلا تكتب الربح، نطلع فوق ونجيب مثلا خط عربي يكون كويس مثلا. طبعا انت في خطوط كتيرة جدا، لكن انصحك انك تنزل خطوط جديدة لان هتستفيد، يعني هتستفيد طبعا بخطوط جديدة، يعني حاجة هتبقى احسن بكتير يعني من الخطوط القديمة اللي الديفولت بتبقى في فوتوشوب، بتبقى خطوط وحشة جدا بالذات في العربي. مثلا خط زي دون الريح من الانترنت بالشكل ده، وتعملها صح، وبعد كده تكبرها كنترول تي برضو وتكبرها بالشكل ده، تغير اللون، تظبط الدنيا تكون شبه الغلاف، وتخلي الدنيا كلها شكلها كويس، فيها شكل من الغلاف، وتاخد الثامبنيل، وزي ما قلت لك افتكر حجم الثامبنيل، وافتكر الشكل يكون يشد الناس ويكون كويس للناس. يبقى دلوقتي احنا اتكلمنا في الفيديو بتاع النهارده، اتكلمنا عن الثامبنيل، اتكلمنا عن واجهة القناة، اتكلمنا عن نيتش اللي هتختاره، اتكلمنا عن الاباوت. الحلقة الجاية او في الجزء الثاني ان شاء الله، مش عارف تبقى الحلقة الجاية او اللي بعديها، هنتكلم عن مضاعفة ارباح اليوتيوب، واللي هو عن طريق الاستهداف، عن طريق الاستهداف الصحيح. ناس كتير يا جماعة بتقول ان هي بتكسب 12 سنت و15 سنت من 10000 مشاهدة، يعني عيب والله شباب الموضوع ده، تكسب 15 سنت من 10000 مشاهدة، يعني من 500 مشاهدة بتجيب الدولار و2 دولار يعني. فزي ما قلت لكم استنوني ان شاء الله في الحلقة الجاية. فلو كنت مش مشترك في القناة، اشترك في القناة دلوقتي، وفعل فعل الاشعارات عشان يجيلك اول ما انزل الفيديو ان شاء الله بتاع مضاعفة ارباح اليوتيوب عن طريق الاستهداف، يجيلك اشعار بالفيديو على الموبايل بتاعك او على قناتك على اليوتيوب، هتلاقيها بتظهر في الجزء اللي فوق هنا. وكان معكم مصطفى من قناة مستر بومتك، اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو واشتراك في القناة لو كنت اول مرة تشوف حلقات مستر بومتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.